أكد وزير الخارجية سامح شكري عراقة مدرسة الدبلوماسية المصرية وما تمثله من خط الدفاع الخارجي عن مقدرات وعزة هذا الوطن. جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة ذكرى يوم الدبلوماسية المصرية، حيث أشار الوزير شكري إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في الدفاع عن مصالح الشعب واختياراته في مواجهة كل من تسول له نفسه بالتلاعب بثوابت الوطن، داعيا الأعضاء والعضوات الدبلوماسيين للاستمرار في تعظيم أدواتهم وتنمية مهاراتهم. كما كرم الوزير سامح شكري عددا من المتميزين من الدبلوماسيات والدبلوماسيين العاملين بمختلف قطاعات وزارة الخارجية في مصر. اليوم الدبلوماسي هو التعبير عن الامتنان لكل أعضاء هذه المؤسسة واستمرار العمل الدؤوب من أجل رعاية وحماية المصالح المصرية في الخارج. وهذا عمل في الحقيقة يتشرف به كل دبلوماسي بأن يكون له هذا الشرف، أن يمثل بلده ويمثل هذا الشعب العظيم في كل ما هو متصل بالعلاقات المصرية مع الدول الخارجية، سواء كانت الدول الشقيقة أو الدول الصديقة. نحن هذا العام خصصنا لهذا الاحتفال تقدير دور المرأة المصرية في الدبلوماسية المصرية، وزميلات سواء كانوا سفراء أو في الدرجات المختلفة بيأدوا دور في الحقيقة لا غنى عنه في إطار الاستفادة الكاملة من كل قدرات المجتمع. ونحن نعتز أن الدفعات الراهنة في وزارة الخارجية بيزداد التمثيل فيها عن 50% للسيدات. الحقيقة أن النهاردة يوم الدبلوماسي هو اليوم اللي بنحتفل بيه جميعاً بأعضاء السلك الدبلوماسي، وزي ما سمعتي في الكلمات اللي اتقالت ان في مواقف كتير عدت على أعضاء السلك الدبلوماسي بتحتاج التسجيل والتوثيق. والحقيقة أنا سعدت جدا خلال فترة خدمتي اني انضم للسلك الدبلوماسي وقضيت فيه حوالي 37 سنة. النهاردة اليوم اللي حاسس ان احنا بنلخص ال 37 سنة دول كلهم في لحظة التكريم واللحظة اللي سيادة الوزير بيسلمنا فيها شهادات تقدير.